أول سؤال، أجمل ملكة جمال لبنانية؟ الخيارات هن على الشاشة: فاليري أبو شقرة، نادين نسيب نجام، مايا رعيدة. من بين هالأسماء مين أجمل ملكة جمال؟ عن جد اثنيناتهم حلوين واثنيناتهم أكيد ما هن طلعوا ملكات جمال لأنهم حلوين. أنا ماي فيفورت إز نادين نجام وهي فإذا نادين نسيب نجام أجمل ملكة جمال لبنانية. بتحسي نادين نسيب نجام هي الملكة الوحيدة يلي احتلت بالصدارة إذا بدنا نقول النجومية بالتمثيل؟ كملكة جمال لبنان؟ كملكة جمال قدرت تثبت حالها بقوة. مزبوط. هلا يمكن البقية ما جربوا ولا ما كان بدهم، يعني مش انه هن قصروا. شفنا ملكات كثير شاركوا بس فيش كانت تجارب فاشلة إذا بدنا يا هن يمكن ما حبوا ما بعرف، بس أكيد ما في شك إنه نادين نجام عملت نجاح ما حدا سبق عليه بالسرعة ولا بالطريقة وبالأعمال الحلوة اللي عملتها. أنا بعتبرها عملت شيء استثنائي وكتير حلو، والله يوفقها وتضلها تعطي قد ما فيها. نجمة منفتخر فيها. سؤال آخر، رأيت رجلاً في الشارع يعنف زوجته أمامي، كيف رح تتصرفي؟ عندك ثلاث خيارات: تطلبي الشرطة، تتدخلي وبتشتميه، أما بتتجاهل الموضوع. أول اثنين عندي بس خيار يمكن واحد. أول شيء بعمله إنه بتدخل. تتدخلي إذا شفت إذا شيء كتير يعني إذا مشهد ثقيل يعني شيء عم بيصير ما بعرف عم بيعنفها بطريقة أكيد بدي أتدخل. يعني صار شي مرة هيك حادثة؟ لا ولا مرة صارت بس إن شاء الله بتصير لحتى أقدر مش إن شاء الله بتصير بس قصدي يعني بهيك مواقف أكيد دغري بتصرف ما بفكر يعني ما بفكر دغري بتصرف بتحطي الإيمج على جنب وبتتدخلي بالموضوع. أكيد بفورنا. أكيد لأنه هيدا الشيء مش مسموح يصير ومن واجب كل شخص بيعرف ولا سمع ولا كان قريب ولا حس إنه يعمل شيء إنه يتصرف. أكيد برجع بطلب الشرطة بس في أكشن لازم أنا أخذها قبل شخصية لحتى أقدر ساعد إذا بقدر. سؤال آخر، أعطي لقبي رابع أجمل وجه في العالم ليه؟ لمين بتعطي؟ نادين نسيب نجام، سيرين عبد النور، أو هيفا وهبي؟ يا الله هيفا وهبي. تختاري هيفا وهبي. فإذا هيفا وهبي بتعطيها أجمل رابع وجه بالعالم. سؤال آخر، زوجي قرر الزواج عليها. هلا بنعرف بالديانة المسيحية انتم ما بيصير هالأمر، ولكن انت كيف رح تتصرفي حتى لو فكر بهالطريقة؟ أكيد بطلب الطلاق. تطلب الطلاق؟ أكيد. يعني ما بتوافقي أو بتحاولي تغيير رأيه؟ أكيد ما بوافق وما بحاول غير رأيه لأنه إذا هو فكر بالموضوع يعني هيدا موضوع قابل عنده وتشز أنا يعني ما بيمشي مع معاييري ومع أنا كيف بفكر، فأكيد أنا بطلب الطلاق بلا ما أفكر. فوراً. سؤال آخر، حبيتيها لهالفقرة؟ إيه فيها شي سبيس. أفضل ثنائية جديدة مع مين بتفضلي ثنائية جديدة؟ معتصم النهار، قصي خولي، أم عابد فهد؟ رح أقول لك دغري هون عابد فهد لأنه أنا ديجا اشتغلت مع معتصم النهار ومع قصي خولي وأنا عابد فهد كتير بحبه وكتير بحب فنه وشغله فبحب أعمل تجربة معه لأنه أكيد في شيء جديد بيضيف لإلي وفرق العمر ما بيضيف فرق العمر أكيد لا بالعكس يعني بيزيد. خبرته أكبر وبيزيد علي فبحب أشتغل مع عابد فهد. أوكي فإذا عابد فهد. سؤال جديد، أكثر ما يزعجني بزوجي، شو أكثر شيء بيزعجك فيه؟ غيرته، عدم مساعدة